في سياق آخر واحتفالا بعيد الميلاد المجيد والغطاس بحسب التقويم الأرمني، استقبلت مدينة بيت لحم نائبة غبطة البطريرك المطران سيفان غريبيان في احتفال بهيج جرى له بعد وصوله إلى ساحة المهد قادما من القدس. وقد شهد الاحتفال شخصيات رسمية وشعبية وحشد من أبناء الرعية الأرمنية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرليل الحدوة. استقبلت مدينة بيت لحم النائبة غبطة البطريرك المطران سيفان غريبيان باستقبال رسمي ابتدأ من القدس إلى دير مار إلياس مرورا بشوارع بيت لحم القديمة وصولا لساحة المهد. وكان من بين المستقبلين المطارنة والكهنة والشمامسة والوزراء والمحافظ اللواء كامل حميد ورئيس البلدية المحامي أنطون سلمان وأعضاء المجلس البلدي والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية وممثلو الكنائس والمؤسسات. وبعد الاستقبال الرسمي من قبل الوفود والمجموعات الكشفية الأرمنية التي حضرت من القدس وعلى أصوات التراتيل الأرمنية ورائحة البخور المنبثقة في الساحة، توجه الجميع إلى دير الأرمن لتبادل التهاني بالأعياد الميلادية لدى الطوائف الأرمنية التي تختتم الأعياد بقداس منتصف الليل. وهنأ سلمان المحتفلين بالأعياد المجيدة لطائفة الأرمن متمنياً أن يعم السلام في أرض السلام وأن تكون سنة خالية من الوباء في العالم، كما وهنأ النائب البطريركي سيفان المحتفلين بالأعياد متمنيا أن تكون سنة خير وبركة داعيا إلى الله أن يزول هذا الوباء بأسرع وقت وأن تعود الأعياد الميلادية كما كانت بالسابق. بعيد عن كل جميع المسيحيين، اليوم عيد الأرمن ميلاد المسيح ببيت لحم، اليوم بدنا نعيد نحن 18/1، منصلي أنه ربنا يعطي خير والبركة لكل العالم، يوقف كل إشي، يصير سلام بكل العالم. ونشكركم. احنا بنعتبر اليوم عيد وطني، عيد الميلاد لأبنائنا الأرمن، بنعيدهم ونقول لهم كل عام أنتم بخير وإحنا معكم في كل مهامكم ونشاطاتكم، وبنقول للعالم ها هي فلسطين تحتفل للمرة الثالثة بعيد الميلاد وهو عيد وطني بتحتفل فيه دولة فلسطين من مدينة المهد من منبع المسيحية في العالم. منقول للعالم ها هو الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبكل مؤسساته تحتفل مع أهلنا الأرمن في فلسطين والعالم بعيد ميلاد سيدنا المسيح في على التقويم الأرمني. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. Ajum gemiş kebabit yağız, habidenis, amel.